تحت الضغط. أحمد محمد وأحمد محمد، أحمد محمد مغاغة وأحمد محمد السعدية. أحمد محمد مغاغة أنت هتبتدي الأول صح؟ أوه. أحمد محمد ميدو، نقول ميدو بقى، ميدو هتروح عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. أحمد محمد على مكان. طبعا أنت عارف تحت الضغط كم سؤال؟ 10. في كم ثانية؟ 45. تمام، لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ بص أو نيكست أو معرفش أي حاجة، بس ما تسكتش. حاضر. لو سكت أنا هسكت. تعال نطمن على ميدو. تحت الضغط كاونتر. من هو الأديب المصري الراحل صاحب كتاب عودة الوعي؟ يوسف السفاعي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة اليابان؟ إمبراطوري. صح. من هو إله الشمس الذي أنجبته إيزيس وأوزوريس؟ حورس. صح. ما هي عاصمة دولة بلجيكا؟ بروكسل. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور منى في فيلم إمبراطورية مين؟ سعاد حسني. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت الأردن عام 1946؟ عمان. غلط. كم عدد ألوان علم دولة الكويت؟ 4. صح. في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لشركة فيسبوك؟ كاليفورنيا. صح. حدثيني هي أغنية المطرب عراقي فمن هو؟ بوس. كم مرة حصلت مصر على بطولة كأس الأمم الإفريقية؟ 7. صح. برافو عليك، لعلمك أنت عملت كويس وكان ممكن تعمل أحسن. سليم بعد إذنك عايزين ميدو ينضم لينا. كم إجابة صح؟ 6. برافو عليك. هنشوف ميدو هيعمل إيه. ميدو تفضل. تفتكر أحمد محمد جاوب على كم سؤال صح؟ 6. 7. 6. والحقيقة تقول العشر أسئلة تمام؟ عينيك على الكاونتر وتركيزك معايا. أنت عارف تحت الضغط صح؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. من هو الأديب المصري الراحل صاحب كتاب عودة الوعي؟ توفيق الحكيم. صح. ما هو نظام الحكم في دولة اليابان؟ إمبراطوري. صح. من هو إله الشمس الذي أنجبته إيزيس وأوزوريس؟ باص. ما هي عاصمة دولة بلجيكا؟ بروكسل. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور منى في فيلم إمبراطورية مين؟ فاتن حمام. صح. عن أي دولة أوروبية استقلت الأردن عام 1946؟ بريطانيا. صح. كم عدد ألوان علم دولة الكويت؟ 4. صح. في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لشركة فيسبوك؟ صح. حدثيني هي أغنية المطرب عراقي فمن هو؟ كاظم الساهر. صح. كم مرة حصلت مصر على بطولة كأس الأمم الإفريقية؟ 7. صح. من هو إله الشمس الذي أنجبته؟ مش عارف. انت جاوبت على كم سؤال صح؟ تعال مكاني اتفضل. انت جاوبت على 9 اسئلة صح من 10. السؤال الوحيد اللي انت ما جاوبتوش احمد محمد جاوبه. من هو اله الشمس الذي انجبته ايزيس واوزوريس؟ الاجابة ايه؟ حورس. حورس. هو ده السؤال الوحيد اللي انت ما جاوبتش عليه. بص خبرة. مش قادر ألومك. خبرة. فأنت عملت كويس. أنت عملت كويس. بالعكس أداءك كان مشرف. هارد لك يا أحمد. كده أحمد محمد 6 إجابات صحيحة ب30 نقطة. ميدو 9 إجابات صحيحة ب45 نقطة. وعشر نقطة هدية 55 من أحمد محمد. 55. كلنا نحيي أحمد محمد وميدو. تفضلوا. تألق ميدو، تألق تألق. النتيجة اتغيرت. أحمد محمد كنتوا كام؟ كنا 40. كم إجابة صحيحة؟ 6. 6 ب30 نقطة بقيتوا 70. 70 تمام. ميدو كنتوا كام؟ 100. 100. وكم إجابة صحيحة؟ 9. 9 ب45 نقطة و10 نقط هدية بقيتوا 155. ضربات الجزاء لو راحت للسعدية المباراة انتهت. فرصتكو ان انتوا تاخدوا ال 25 نقطة الجايين. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.